واللجنه كانت موجوده اجتمعوا طبعا كابتن الاستاذ امير مرتضى اللي بيتشتم، كابتن جمال عبد الحميد، احمد عبد الحليم، ميدو، طارق يحيى، خالد غندور، اسماعيل يوسف، حماد عبد اللطيف، عبد الحليم علي. هم اختاروا مدرب واختاروا المساعدين بتوع المصريين واختاروا مدير الكوره. انما اقسم لو اعلنت دلوقتي والتوقيع دلوقتي المفروض شغال، كلاب ممدوع عباس هيبوظ الصفقه وانا مش هنولها. انما المدرب طار اختياره على اعلى مستوى لجنه. هو بقى ما عارف لو قلت دلوقتي هو بيمضي هتلاقي كمان شعيب راح له. اخواني سايبين عيل اخواني زي محمد عثمان طايحين في البلد. ما هم دول بتوع 25 يناير. هم دول. فتم اختياره خلاص. مدرب اجمعوا 9 تقريبا اجمعوا عليه. حاجه محترمه جدا جدا جدا. اختيار اثنين، اخترنا اثنين ولاد مساعدين صغيرين هيبقوا معاه. اخترنا مدير كوره على اعلى مستوى شخصيه. نعم هو جاي معاه مدرب حراس مرمى ومدني ومساولاقه بدنيه مش كده؟ تمام؟ هما بيخلصوا معاه دلوقتي. انما يبقى هبل لو انا قلت اسمه قبل ما استلم العقد في ايدي مش كده؟ نعم؟ مين؟ يقول لك ما تقولش الاسم خالص. لا هو الاسم اسمه فريرا. جنسيته ايه يا ريس؟ ايه؟ جنسيته ايه؟ يا راجل جنسيته جاي من وادي النطرون زي. دلوقتي واحد يقول لك ايه ده عمال يحببنا في السجون، انا قلت لكم طبعا ان في ميه سخنه. مش موجوده في بيوتكم. والله العظيم شيء راقي ومحترم جدا جدا جدا. وانا مع رئيس الجمهوريه ووزير الداخليه لكل فتره يطلعوا عدد كبير من الغارمين والغارمات يبقوا في وسط اسرهم. رمضان كريم بالنسبه لنا احنا، بالنسبه للبرامج بتاعت علاء الكحكي ها؟ الوقت لسه متجوز البنت. تجيب له واحد يقول لها انت عارف الكلب ده اللي جابه لك ده مراته الجديده اللي جابه لك. البنت هتطلع على الهوا. هو دي البرامج؟ لا ده مش رمضان. ملوش علاقه برمضان.